خميس كبر بزياده يا معلم وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه انت شايل منه قوي يا ابو سمر. ضربة الضنب موت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. يا معلم ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني افوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبه. خلفه زي دي وفي ظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس. احنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقه يا رمانه، والورقه دي ممكن اكون قوي ضيعتها في حته ونسيت. انت بتبيعني؟ وما راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمانه، بحبك. امال الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول ايه؟ انت عبيطه؟ انا الدنيا عكه معايا قوي يا رمانه، عكه قوي ومحدش حاسس بيا. انا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفره تانية اغرس فيها. لازم انا احرص يا رمانه، وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي عادتها لاجل خاطرك، بس مش عندك مصلحه؟ ما تحسبهاش كده يا رمانه. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانيه اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. أنا فاضل لي تكة يا رمانة، تكة وأبقى كبير السوق وأملك السوق كله في إيدي، وعمري ما هسمح لأي حاجة مهما كانت إنها تعطلني. ياه أنت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف إلا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الإبرة، لدرجة إنه خنقك وخنق كل حاجة حلوة فيك. رمانة أنا ماليش في جو الحوارات المكعبينة ده. العيل إحنا ممكن نجيبه في أي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي أو الموسم اللي بعده، براحتنا، عندنا العمر. إنما الفرصة ما بتجيش إلا مرة واحدة، ويوم ما تيجي لازم أقفش فيها. فرصة ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانة بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك
وكرهت نفسي اللي متشعلقه بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك، روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرميه تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني انا لوحدي الم نفسي في ركن ضلمه بعيد عنك. الحقي نصيبه نصيبه. مالك يا وليه على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنه عشان اقول انك عزاز زي ما امرتيني، ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حاجه؟ ما انا رحت فاتحه الباب ورحت داخله ما لقيتش حد خالص في الاوضه، ولقيت الدواليب كلها فاضيه زي ما يكونوا هجوا. ايه؟ هجوا؟ فتاح عليم رزاق يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي. عماله تنادي على الحاجه وتقولها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. هو ده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانية. محاوله ايه سعادتك؟ المحاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع علي، تعد وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعه 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نافوخي بنكلة. نكلة شوق دي حية ولسانها هتلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أمّا لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحية اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينك، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في عزوز. هنا في البيت؟ وده ايه اللي جابه؟
هو مين يا خميس؟ معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ وأنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس إداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ أنت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس أنت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد ترى اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه؟ انت كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان، من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفاها عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش هو أبو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قلش كده؟ أبو سنة مين؟ أبو سنة اللي كنت بتحكيلي عليه. أبو سنة؟ لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجه، ولسه هيقول لنا على كل دخانيق خميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها. ده غير الخبطه الكبيره محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ ابو سنة هيرسبوها على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطة دي تمت هتبقى ضربة قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها مطره